ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. محاضرة للشيخ علي القليصي حفظه الله، كانت في ليلة 25 من شهر محرم لعام 440 الهجرة، ألقيت في جامع الإمام البخاري في الشرف مديرية حبيش إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الليلة البهية، ليلة الجمعة الموافقة للخامس والعشرين من شهر الله المحرم لعام 440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، زرنا إخواننا في هذه المديرية، وبخصوص وعلى وجه الخصوص هذه القرية، وكنا نرغب قبل ذلك أن نأتي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، نأتي لزيارة إخواننا، وخصوصا الشيخ عبد الله بن مقبل وفقه الله، من طلبة العلم المثابرين الذين نفع الله بهم سواء في الحديدة أو لما ذهب في زبيد أو في غيره من في غيرهما من المناطق، يمتاز بالصبر والحكمة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يسند إليه كثيرا من المهام، وقد أما الناس في مسجد السنة وفي غير مسجد السنة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. والحمد لله، هذه مهنة طلبة العلم، حيثما ذهبوا نفع الله به، حيثما ذهبوا. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. طالب العلم إذا الله عز وجل يسر له وأتى في قرية، هذه القرية بإذن الله أحياها الله، أحياها الله بالتوحيد والعقيدة. نضرب على هذا مثالا محسوسا، أنتم تعرفون ذلك أكثر منا، نحن أتينا نازحين قبل أشهر إلى
هذه البلاد الطيبة واستقبلونا أهلها بالخير، وخصوصا والدنا الشيخ البلعي وفقه الله جزاه الله خيرا. أنتم تعلمون قبل 30 سنة أو 20 سنة أتى الشيخ عبد العزيز البرعي وبنى هذا المركز العظيم، كان خبط، وأنا من أتى في ذلك الوقت إلى مفرق حبيش، ما هي إلا أيام، والله عز وجل نفع بهذا العالم البلاد والعبه. وكما قلنا دعوة أهل السنة دعوة سلام، دعوة أمن، دعوة استقرار، لأنها قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قامت على الفوضى وعلى التحزبات، لا، لهم هدف يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر الإمكان يميتون البدع. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد. قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي إذا غرست في قلبك وعملت بها لا يمكن أن تقتل مسلم، لا يمكن أن تغش، لا يمكن أن تسرق، لأنها تغلغلت في القلوب وعملت الجوارح بها. ولهذا كان من قال لا إله إلا الله وختمت له هذه الكلمة كان من أهل الجنة، لأنها عقيدة راسخة. وسمعتم من الشيخ عبد الله في صلاة المغرب يرتل هذه الآيات: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الذي يحارب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأفاك الكذاب المارد، هذا المارد. من حارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وتالله وبالله ما يفلح أبدا، وإن رأى نفسه منتصر في بعض الأماكن أو أخر، لكن مآله إلى السقوط وإلى الدمار. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فإذا حاربك الله هل ستنتصر؟ أبدا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. وأنا في الحقيقة كنت محضر حديثا وأقلب الأوراق، ولكن تذكرت من شيخنا الشيخ المحمدي وفقه الله فضل الصلاة، فأحببت أن أتذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والصلاة يا أخوان، كان الرسول إذا حزبه أمر من الأمور قال: أرحنا بها يا بلال، قال: أرحنا بها راحة، راحة شرعية،
والصلاة التي كما سمعتم من شيخنا المحمدي الصلاة التي تكون لها الثمرة هذه الصلاة الموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة المباركة التي توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع، هذه تنهاك عن الفحشاء والمنكر، هذا الذي يقطع الطريق يسلب الناس، هل يصلي الصلاة الشرعية؟ أبدا. وإن صلى صلى صلاة عادة، لكن الصلاة التي تتغلغل حينما تسمع حي على الصلاة تقبل، هذه لها حكم شرعي، ونؤمن ونثق بالله عز وجل على أنها هي التي تنهاك عن الرذائل وعن السقوط. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، يعني ألا أخبركم، هذا أسلوب فيه إقبال وتشويق، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. كلنا نريد هذا، وإن كان الرسول خاطب الصحابة رضوان الله عليهم، لكن القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنت مخاطب وأنا مخاطب والمرأة مخاطبة، الكل مخاطب. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، وإن حصل خطأ ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. خارج الصحيح: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، كررها ذلك. نقف مع بعض الفقرات إن شاء الله، الشيخ المحمدي يتحفنا بما في هذه الأحاديث من الأحكام الشرعية، نحن كمقدمة له فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، البركة تحصل خصوصا ونحن اجتمعنا في أحب البقاء إلى الله عز وجل، واجتمعنا على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفقرة الأولى: ألا أدلكم، هذا أسلوب تشويق ينبغي للدعاء إلى الله عز وجل أن يستعملوه في تعليم الناس، خصوصا تعليم أركان الصلاة، هذا لابد أن نعرف أحكامه، لأن بعضهم ما يحسن الوضوء، وهذا ليس بغريب، ولا يحسن الركوع كما قلنا، وهذا ليس بغريب، الغريب على أنك ما تتعلم. والله عز وجل أنعم على هذه البلاد وخصوصا هذه القرية الحمد لله بطلبة علم، طلبة علم محبين لنشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عليكم بالأخ، الأخ رضوان والشيخ عبد الله بن مقبل والشيخ
جمال. هؤلاء إن شاء الله تتعاونون معه، لأنهم يريدون لكم الخير، يريدون يخدمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يفتح الأخ الشيخ عبد الله بن مقبل صفة صلاة النبي، لابد، لأن هذه الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام. إذا ما أحسننا هذه الصلاة خلي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ألا أخبركم؟ قالوا الصحابة: بلى يا رسول الله. وهنا في حسن أدب وتربية، والحمد لله بلاد اليمن أهل فقه وأهل تعالى يحبون الخير، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن شهد لنا رسول الله بالفقه، فنجتهد ونفتخر افتخار شرعي، نطبق هذه الأحكام عمليا، لكي يشهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الفقرة الأولى إن شاء الله وسأكتفي بذلك، ثم دور الشيخ إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء يعني إعطاء كل عضو حقه الشرعي، إسباغ الوضوء على المكاره، والمكاره مطلق. ربما هذه البلاد باردة، شدة البرد كيف تتوضأ؟ تعمل ما يقربك إلى الله عز وجل، تسبق الوضوء، تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالوجه، وإن كان البرد قارس في هناك وسائل الحمد لله من نعم الله عز وجل تسخن الماء تحت، تتوضأ إلا إذا كنت معذور، تعطي الوضع أو العضو حقه، تسيل الماء على الوجه مع إمرار اليدين، والوجه له حدود عرضا وطولا من منبت الشعر إلى منبت شعر الدق طولا، وكذلك عرضا من شحمة الإذن إلى شحمة الإذن إمرار الماء عليه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والمضمضة والاستنشاق من الوجه، هذه كلها لابد أن تتعرف. كما قلنا المكاره ربما في البلاد الباردة البرد ربما غلى الماء، تشتري تجاهد نفسك. في المناطق الحارة إذا كنت مريض، الله أعطاك الرخصة، لكن مريض ما يتأثر بالماء هذا واجب عليه.
المهم أن تراقب الله عز وجل في هذه العبادة أمانة. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله فضله على الجميع بالعقل، حملها إذن يؤديها. الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، بر الوالدين أمانة، الإحسان إلى الجار أمانة، طلب العلم أمانة، البيع والشراء أمانة، إصباغ الوضوء على المكاره، والمكاره مطلق إخوان، مطلق كما قلنا، لأنه ربما الشيخ الكبير يحصل له مشقة المرأة، لكن تجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في الله ومن أجل الله. جاهد نفسك خصوصا صلاة الفجر، تتوضأ وتأتي إلى المسجد، هذا فوز عظيم، وتغلبت على الشيطان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني يوفق للأعمال الصالحة إذا حافظت على الصلوات، وخصوصا صلاة الفجر وصلاة العصر، يوفقك الله عز وجل للأعمال الصالحة، للصلاة، لذكر الله عز وجل، يكون إن شاء الله من أهل الجنة. جنة، جنة غالية، الجنة غالية. ولا يمكن أحبتي في الله أن نؤدي العبادة المطلوبة شرعا إلا بالتعلم، لابد من تني الركب أمام طلبة العلم. جبريل عليه السلام أتى وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، شوف الله. موسى عليه السلام جاء إلى الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنت لماذا تتقاعس؟ والحمد لله توفرت هذه نعمة، ترى نعمة جليلة، لأنه وجود طلبة العلم فينا. ونحكي لكم حكاية، والأخ عبد الله بالمقبل يعرف ذلك، الشيخ المحمدي عندنا، نحن في بلاد في الحديدة، كان عندنا علم من أعلام الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان ما في أونة وآخر يوم أو أسبوع وآخر إلا ويأتينا طالب علم نستفيد، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي، الشيخ له مكانة. لما مات رحمة الله عليه انكمش، أصبحنا مثل الأيتام، فإن كان موجود الخير الحمد لله موجود الخير، لكن فقد العلماء وفقد طلبة العلم هذه مصيبة. فالله عز وجل إذا أراد بقوم خير فقهم في الدين، فقهم في إيش؟ في الدين، كما جاء عن معاوية رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أراد الله بكم خيرا. وأنتم الحمد لله أتيتم في هذا الوقت المبارك وفي هذا المكان الطيب، أبشروا بالخير. جلوسكم هنا جلوس ملائكة، تعرفون الملائكة؟ جلوس ملائكة فعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحفتهم الملائكة
وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. جنة، إيش جنة؟ جنة يعني ما فيها كذب ولا خيانة ولا غيبة ولا نميمة، هناك لا يسمعون فيها لغوا وإيه ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينه الرحمن. وهذه المجالس ما فيها غيبة ولا نميمة، إنما فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هم القوم الكمل في الخير، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. يقال إن فلان أتى لحاجة قال: وله قد غفرت، وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نترك المجال لوالدنا الشيخ محمد وفقه الله، إن شاء الله هو أهل لهذا، نحن نستفيد، ونحث الجميع يكون إذا حضروا محاضرة أو درس يكون مع طالب العلم قلم ودفتر أو مذكرة يكتب. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بإيش؟ بالحبال الواثقة. ومن الحماقة أن تصيد حمامة ثم تتركها في إيش؟ بين الخلاء طالقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.